كابتن حلمي طمني انه قول لي ان الزمالك هيتأهل للنهائي في الكونفدرالية، نفسي تقول لي كده هقول لحضرتك ويكون عندك الزمالك. القناعات دي ولا عندك شوف، قلق؟ لا لا لا، انا عارف كويس قوي ان اولا الماتش ده الزمالك اضاع العديد من الفرص شوط تاني اللي بالذات كانت يعني. كفيله، ها، مظبوط اللي كانت كفيله بان يبقى في سكور عالي جدا في المباراه دي. مظبوط. وبالتالي انا اعتقد ان الوضع هناك، اعتقد ان التيم ده اللي كان بيدافع باستماته هنا وبيدافع بكثافه عدديه مش هيعمل كده هناك. الوضع هيختلف تماما، هيبقى فيه خطوط مفتوحه، هيبقى فيه ثغرات كتيره اكتر، هيبقى فيه شراسه من الزمالك اكتر. وكلنا ثقه الحقيقه في فريق نادي الزمالك ان هو هيتخطى العقبه دي باذن الله، يعني ده يعني بدون شك يعني. واعتقد ان اللاعبين على قدر المسؤوليه وعارفين قد ايه الجماهير بتاعتهم محتاجه لهذه البطوله ومحتاجه للفوز ده. وانا اعتقد ان الزمالك باذن الله يعني هيحقق الفوز هناك باذن الله يعني بدون شك الفوز يعني. طبعا خد بالك، انا هم عاملين بيان نادي دريمز، اي عاملين بيان رسمي ان الدخول للجمهور مجاني، وهم بيحاولوا يحشدوا طبعا كل حاجه لان هم فاهمين القيمه الحقيقيه للزمالك. طبعا اكيد طبعا الزمالك تاريخ كبير جدا في القاره الافريقيه يعني، وليه سمعه جيده جدا وليه جماهيريه على المستوى الافريقي كبيره جدا يعني على فكره. وبالتالي بيتعمل له الف حساب هناك في كل الدول الافريقيه. وبعدين الزمالك حاصل على بطولات كتيره جدا في القاره يعني، وبالتالي هم عاملين حساب دهوت. ولكن انا في اعتقادي ان لاعبتنا طبعا عندهم الخبرات الكافيه انهم يتعاملوا مع هذا الجو، مع هذه الكثافه العدديه للجماهير. اعتقد ان عندهم القدره على التعامل مع هذا الجو بشكل كبير جدا جدا يعني. هل الزمالك يعني محتاج ترجع له اللاعبين المصابين عشان يقدر يعمل حاجه؟ يعني الناس بتقول لما فتوح يرجع، عمر جابر يرجع، زيزو يرجع، هو يعني افرض لا قدر الله ما قدروش يلعبوا، هل برضه الزمالك يقدر يتخطى دريمز؟ هو محتاج برضو تعديل في المراكز عشان اتخطى دريم. يبقى انا محتاج تعديل زي ايه يا كابتن يعني. حلمي؟ اديني مثال. هقول لحضرتك، اولا مفاتيح اي تيم في العالم، مفاتيح لعب اي تيم في العالم، ظهيري الجنب والجناحين، دول اهم مفاتيح لعب في تمام. الملعب لاي تيم في العالم. انت فاقد هذان المفتاحان المباراه اللي فاتت، لم يشارك حد في الجانب الهجومي، لا الباك رايت ولا الباك ليفت، تمام. وده قلل بشكل كبير جدا من خطوره التيم، من خطوره نادي الزمالك، وقلل بشكل كبير جدا من تنوع الهجوم يعني. ما انا بعتمد في الهجوم على الاطراف، على العمق، على الضربات الثابته، على التصويب من بعيد. ما هي دي كلها عوامل بتؤدي للتهديف، واساليب بتؤدي للتواجد داخل منطقه الجزاء او في منطقه جزاء المنافس. وبالتالي انت فاقد جزء هام جدا من مفاتيح لعبك. فانا اتمنى ان عوده عمر جابر، عوده فتوح، لان دول عناصر مهمه جدا في الشق الهجومي بالذات. في الشق الهجومي، واخد بال حضرتك. والزمالك فاقد جزء 50% من قوته بغياب الاثنين دول. طب هل هنفترض ما الاصابه وارده، يعني هنفترض انه يعني ما قدروش يلحقوا، هم مسافرين مع الفرقه على فكره وبيجهزوا يعني ان شاء الله. ايوه، هل انت شايف انه الزناري لما لعب ناحيه اليمين ونضاي لعب ناحيه الشمال ده اختيار عارف امثل، انا بقى لو انا من ولا تلعب المدرب، بنيمار مثلا ناحيه اليمين وتلعب ازاي؟ لو انا مدرب العب بثلاثه ورا، ثلاثه ورا. اوكي ايوه اوكي والعب بجناحين، جناحين ويرجعوا في حاله الدفاع، يقوموا بالدور الدفاعي جناحين، لان احنا بنسمي في الثلاثه
لما بلعب بثلاثة ورا ثلاثة خمسة. واثنين على الاطراف بسميهم الوينج باك. تمام، يعني ده بيبقى بيلدوا ادوار دفاعيه الوينج. وهجوميه. ايوه ده الوينج كان باك. بيعملها على فكره مع الزمالك فيريرا، مستر فيريرا. ايوه اخبار مظبوط، حضرتك. انا وخد بيها العب، الدوري. ايوه العب وينجين في المكانين دول والعب بثلاثة ورا عشان احل المشكله دي في عدم وجود فتوح فتوح وعمر جابر. وعمر جابر. انا شايف ان ده حل تكتيكي جيد عشان يبقى عندي فاعليه هجوميه بشكل قوي جدا. كابتن حلمي، انت مقتنع ان شيكابالا يلعب الماتش كله؟ والله انا شيكابالا انا يعني عارف اتمنى ان هو يركز في جزء من المباراه، في شوط من المباراه. اتمنى ده. طب ماتش زي اللي فات يا كابتن حلمي وكابتن كوره، يعني تقريبا اخر نص ساعه في التلت الاخير من ملعب دريمز وفي ال 18، يعني الزمالك مضيع ثلاث اربع تجوال منهم كره ماشيه على الخط وكره يعني وكره في العارضه بتاعت حسام امبيجيت، كانت تجوال غريبه جدا بتضيع. ايوه وجود لعيب زي شيكابالا يعني مهاري اقصد زي شيكابالا او احمد حمدي حتى دول خرجوا شويه في دقيقه حاجه و60، يعني ما كانش مهم يستمر في وقت ما كان الزمالك ضاغط وجوه ال 18. مش دي عايزه لعيب زي زيزو زي شيكابالا اللعيبه اللي تقدر طبعا. تخلص. لكن انا اتمنى ان شيكابالا يختم، يعني ينزل شوط تاني يعني. ايوه اتمنى ان شيكابالا يركز جهده في شوط كامل، يدي الفول باور بتاعه، وهو لما بينزل بيعمل الفارق تماما. اتمنى ده. واخد بال حضرتك يا محمد؟ تمام. لان مهم وجود شيكابالا في الشوط الثاني. يعني لو كان بادئ مع دريمز الماتش اللي فات من بدايه الشوط الثاني كان فرق شيكابالا جدا، كان فرق جدا. تمام. لان انا بشفق عليه من انه يلعب ماتش كامل شيكابالا. حرام، انا بستنفذه، بستنفذ هو طاقته. مطلوب منه ادوار دفاعيه وادوار هجوميه بالظبط كده، واخد بالك؟ تمام يا كابتن. يعني ده رايي يعني الصراحه يعني. تمام.